حدا عم يجي لعندي ولا حدا عم يسأل عني. طيب انت ما عم تطلعي؟ اخ يا عبير لوين بدي اطلع؟ الولاد تعبانين، تعبيني معه. احمد عم يعذبني كتير، بضل بيسأل على ابوه. هالولد بده رجال يغير تربايته، ولا رح يطلع مثل انور. ايه هذا اللي مخوفني، والله ما عم بقدر عليه، اخلاقه كتير صعبة، بس مضطرة سايره وراعي بعد ما مات ابوه. ماما في بيت قريب بده ينباع جنب بيت عمتي، شو رأيك تاخدي؟ وهيك منضل قراب من بعض. هلأ عم تقولي الله يسامحك، اشتريت شقة ودفعت حقها غالي كتير، هي صحيح مو جنب بيت عمتك بس قريب منه. وامتى رح تنتقلي عليها؟ ما بعرف بصراحة يا عبير، أنا خايفة أسكن لحالي، البيت كبير كتير وحاسة إنه بخوف. ولا يهمك، أنا ما رح أتركك أبدا وببقى بطلع عليك كل يوم. عبير ماما أنت سامحتيني؟ سامحك، أنا بدي سامحك، أنت اللي لازم تسامحيني، أنت أمي لحتى موت بتضلي أمي.